أكد وزير الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي أن الطاقة الخضراء والنظيفة التي بزغت عالميا وانتشرت دوليا وجدت لها مكانا في الكويت التي رسمت خطتها لإدخالها والاعتماد عليها بنسبة أراها مرضية وهي 15%. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الكهرباء والماء جاسم النوري بمناسبة احتفالية ساعة الأرض التي نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة، مشاركة منها في الاحتفالات العالمية السنوية بساعة الأرض. وأضاف الدكتور العتيبي أن هناك انسجاما كبيرا بين خطة وبرامج الدولة مع التوجهات والمناحي العالمية في التوجه للاعتماد على الطاقات البديلة الجديدة والمتجددة، مبينا أن خطتنا في الدولة هي الوصول بنسبة 15% من الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة. وأضاف أن لدى وزارة الكهرباء والماء رؤية برامجية تتوافق مع الرؤية التنموية العالمية، بل ولدينا رؤية كويتية تنموية كويت 2035، مؤكدا أن المساعي الكويتية لنشر مبادئ ومنهاج الاعتماد أو التوجه إلى الطاقات المتجددة هو نشر وبث وترسيخ التوعية المجتمعية عبر العديد من الجهات والمؤسسات ووسائل الأعلام. وأوضح أن هناك توجهات كويتية أيضا لإنشاء المختبرات العلمية والدراسات التعليمية والعلمية، علاوة على اعتماد الدولة على دراسة التخصص والتوظيف البيئي لخريجي الجامعات، ما يدفع باتجاه ترسيخ الفكر المتطور للاتجاه نحو الطاقات البديلة.